ايه رايك في ماتش ليفربول وارسنال امبارح؟ لا كان ماتش ممتاز جدا، ومستوى ليفربول امبارح يعني في الشوط الاول الواحد كان بيقول ليفر خلاص، لكن في الاداء في الشوط الثاني بصراحه كان جميل قوي، يعني عملوا اداء امبارح روعه. شفته يعني على النت كده النتيجه بالصدفه ان هي 5-5، وكانت طبعا نتيجه غريبه يعني رقم كبير، شكل الماتش كان قوي قوي. فاجئني كميه الاجوان اللي دخلت، يعني 5-5 كتير جدا. هو بصراحه يعني الماتش كان حلو مش وحش يعني، واللي عجبني هو اخر جول. يعني ما شفتش ماتشات في دخل فيها 10 اجوان لدرجه ان انا مش فاكرهم. ماتش حلو قوي، احنا بقالنا كتير ما شفناش ماتشات فيها كميه الاجوان دي. هو ريمونتادا جميله جدا، يعني رغم ان ليفربول ما هوش بيلعب الفول تيم بتاعه، بس في الكارتلينج او الكاسلينج الرابط الانجليزي ماتش تحفه، يعني 5-5 تكلم على ماتش ما بيحصلش. قمه المتعه والاثاره في الماتش طبعا، هي دي الكره الحقيقيه. ارسنال محتاج ايه علشان يغلب ليفربول؟ هو ارسنال مش محتاج حاجه، هو اللعيبه نفسها حلوه، ومسعود اوزيل امبارح يعني برضو عمل ماتش جميل جدا، وادى الروح برضو للعيبه، وهو كان سبب برضو لكذا اسيست للجون وعمل جون. مشكله ارسنال على طول السنين اللي فاتت كان في المدرب، وكان دايما في الصفقات، دايما كانت ارسنال كل شويه بنفس الغلطات، ومفيش اي خطوه بتتاخد عشان نتجنب المواضيع ديت خالص. هو يعني ايه مهارته مش قوي، وكسرعه واداء بس مش اكتر. محتاج لعيبه اقوى، محتاج هجوم اقوى، لانه هو هجومه اضعف، نص الملعب بتاعه اضعف. ارسنال كان هيفوز، ارسنال كان بيلعب حلو، يعني مش اللي هو ما عملش، لا ارسنال كان بيلعب حلو. محتاجين اول حاجه ماشي المدرب ده مبدئيا، عشان هو كل التغييرات اللي كان عملها غريبه جدا. كفايه قوي ان هو مشى بعد 5-4 او تقريبا في النص مشى واحد يعني في الدفاع متمركز، ان هو يعني واحد هاف ديفندر مشاه ونزل حد تاني خالص معرفش على اساس ايه. طبعا الدنيا هربت منه. ارسنال تفريغ لعيبه وبيبيع لعيبه، رغم ان هو بس لما بيجيب بقى حتى لعيبه بيجيبها يكون كبروا، يعني مسعود اوزيل جايبه ما بيقدرش ان هو يبني فريق ويصبر عليه ويحقق له بطولات فتره طويله. شايف مين ممكن يكون خليفه صلاح في الملاعب؟ هو حاليا دلوقتي صعب، بس لكن ممكن يكون قدام هيبقى لالان. في ليفربول مفيش، يعني مش حاسس بلعيب اللي هو هيبقى خليفه صلاح او ماني او الناس دي خالص. صعب شويه، هم محتاجين انتقالات. انا شايف ان ليفربول عندهم اوريدي دكه قويه جدا جدا، وكفي يعني تشامبرلين برده الجون اللي جابه بصراحه، لا يعني الراجل بيقول انا لسه قدامي كتير قوي. يعني اورلي عامه هو كويس، يعني دائما حتى هو بينزله في بعد الدقيقه 42، ما هو حظه حلو في الدقيقه بعد من الدقيقه 42. يعني كان عندنا زمان جد وموجود كان نفس الحكايه، احسن بديل موجود في الدوري الانجليزي صراحه. على فكره رمز، يعني انا شايف ان هو صعب ان حد يعوضه.